الحلقة التاسعة: مشاعر الآخرين. كم من كلمات دمرت قلوب أشخاص ونحن لا نعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نهتم بمشاعر الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لكي لا نكسره ونشعره بالإهمال وعدم الاهتمام. كم هي كثيرة تلك الآداب التي أوجبها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، كلها لأجل ماذا؟ لأجل مشاعر الناس، فكانت ذات أهمية عالية عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم في المسجد، فجاء إعرابي ودخل المسجد وبال في المسجد، فقام الصحابة غاضبين عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فانتهى الإعرابي، فجاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم برفق وعلمه، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. حتى في النصح حثنا الإسلام على اتباع طرق معينة بحيث لا نحرج غيرنا. قال أحد الدعاة: لتكن نصيحتك لأخيك تلميحا لا تصريحا، وتصحيحا لا تجريحا، واجعل تصحيحك للخطأ سرا بينك وبين الشخص المخطئ، فلا يوجد أحد منا يريد أن يسمع الآخرين بخطئه، وهدفك من كلامك للشخص الآخر هو نصحه لتجنب الخطأ، وليس الظهور بأنك أنت الخبير بين الناس على حساب من هم حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر جميع الناس، بل وحتى الخدم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. ليس من مكارم الأخلاق أن تأكل والخادم يتفرج عليك دون أن تعطيه شيئا. لابد أن نراعي مشاعر أصحاب مهن الخدمة والنظافة، فهم تركوا أهاليهم وابتعدوا عنهم آلاف الأميال ليخدمون ويكسبوا لقمة عيشهم. قبل أن تعرض كلماتك على قلوب الناس، أعرضها على قلبك. فكم من كلمات قتلت قلوب الناس قبل أن تقتل أجسادهم. احذر من لسانك، فقد تدخل الجنة بسبب كلامك الطيب، وقد تبعد عنها بسبب لسانك.